سلمت فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اليوم النسخة النهائية المعدلة من بعد ما كانت السفيرة الأمريكية سلمت فخامة الرئيس العرض اللي بعت لنا إياه الوسيط الأمريكي آموس هوكستين. واللي فيني أقوله اليوم أنه بلش عهده فخامة رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم، وأنا بتأمل أنه يختم العهد بالترسيم. هذا الترسيم اللي فيه مصلحة كبيرة فيه اقتصادية واستقرار للبنان، هذا الترسيم اللي لبنان حصل عليه اليوم بالصيغة مثل ما هي اللي طبعا هي قيد الدرس، رح بتكون من قبل فخامة الرئيس، ورح يعمل الاستشارات اللازمة مع دولة الرئيس ودولة الرئيس. ولكن هذا الموضوع اليوم بصيغته النهائية صار قدام فخامة رئيس الجمهورية. هذا لبى المطالب اللبنانية كلها، والملاحظات اللي كانت عنا أخذت بعين الاعتبار، على عكس ما يشاع أنه لبنان لم يأخذ أي من مطالبه. لبنان حصل على مطالبه لأنه مطالب محقة، وأنا بعرف أنه كمان الفريق الآخر بده يعتبر أنه هو حصل على ملاحظات وعلى مطالب كان هو عم بيطالب فيها. والجهد اللي انعمل خلال الأسبوع الماضي هو لحتى الفريقين يعتبروا كل واحد منهم حصل على الضمانات اللي بده إياها وأخذ اللي بده إياه باتفاق عادل. نحن بالنسبة لإلنا الملف أنجز، اليوم انوضع قدام فخامة الرئيس، الموضوع صار بعهدته، والجو كتير إيجابي تجاه الشغل اللي انعمل من قبل الوسيط الأمريكي والإدارة الأمريكية، لأنه فعلا فينا نقول اليوم توصلنا إلى حل يرضي الطرفين، وكل اللي بيعرف قديش صعب أنه نحن نكون عم نعمل حل من هالنوع بيرضوا فيه بلدين ما في علاقات دبلوماسية معهم، لبل ما بيعترفوا ببعض. نحن ما بنعترف بالعدو الإسرائيلي ولا بوجود إسرائيل، وتوصل لمحل تقدر تعمل تفاهم من هالنوع على حدود فيها مصلحة اقتصادية، منه شغل سهل. هذا جهد عمل من قبل الإدارة الأمريكية، جهد كتير كبير، وأكيد هذا الجهد كان جهد بمحله وكان جهد عادل، أعطى كان منصف، ولو ما كان منصف يمكن ما كنا توصلنا من اللي توصلنا لإله. أنا ما بدي طول بالحديث، اليوم صارت بعهدة فخامة الرئيس، فيما يقول نحن خلص دورنا. فخامة رئيس الجمهورية من هلأ للساعات القادمة رح بيكون القرار لإله، وبده يتصرف بالطريقة اللي بلاقيها مناسبة لإعطاء جوابات. اليوم النهار رح بيكون في تطورات كتيرة، ولكن الجميع بانتظار، أنا مش بس بدي أقول بلبنان، بلبنان وخارج لبنان بانتظار ما سيصدر عن لبنان بخصوص هذا الاتفاق. هذا كل شيء بدي أقوله، يعطيكم العافية. دولة الرئيس، في حال وافق لبنان على الصيغة، شو الخطوات التالية العملية اللي رح تتم؟ في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، في خطوات موجودة محطوطة، يعني شو بده يصير من بعده ما بدي أنا أحكي كتير بتفاصيلها، ولكن شبه صارت معروفة. آخر شيء نحن عم نودع لدى الوسيط الأمريكي رسالة، نفسها عم نودعها لدى الأمم المتحدة، والفريق الآخر الإسرائيلي عم يعمل نفس الشيء، لأنه هيدا منه اتفاق ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين ما بيعترفوا ببعضهم. ولكن اللي بدي يقوله، شو ما كانت الصيغة، حكما اليوم الكل بيعرف هذا الاتفاق بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإيداع الصيغة المناسبة، وبين الإسرائيليين والأمريكان، أقله اللي بينقال عنه بده يكون عم بأمن استقرار بالمنطقة، استقرار اقتصادي، ويعطي أمل. ما بدي استفيد بتفاصيل الاتفاق، ولكن هيدي النقاط اللي موجودة حاليا تسلمت لفخامة رئيس الجمهورية. بالنسبة لحق القانا، كان في مشاكل وحديث انه في مشاركة إسرائيلية ومشاركة إسرائيلية والشركة المنقبة عن الموضوع بل بالحق هناك، هل في تفاهم بين الثلاثة، بين لبنان وإسرائيل والشركة حول هالنقطة تحديدا؟ بالنسبة لحق القانا، أول شيء ما في شراكة بين لبنان وبين إسرائيل، ولا في تقاسم ثروات مباشرة بين لبنان وبين إسرائيل. حق القانا هو حقل بيمتد على طرفي الخط اللي تم اعتماده، وعلى الجهتين من الخط اللي تم اعتماده،
وفي تفاهم صار، ونحن على علم أنه صار في تفاهم لكن ما نعرف تفاصيله ولا نحن معنيين فيه، بين شركة توتال وبين الإسرائيليين. لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حق القانا كاملا على الجهتين، والإسرائيلي بالاتفاق اللي عمله مع شركة توتال ممكن بياخد تعويضاته من أرباح شركة توتال مش من الحصة اللبنانية، لحتى ما حدا يلتبس عنده الموضوع ويفكر أنه لبنان هو اللي عم يعمل تعويض أو هو اللي عم يدفع. لبنان موقع اتفاق مع شركة توتال من 2017 مش من اليوم، وبنود الاتفاق واضحة، والحصة اللبنانية بالحقل واضحة. اللي نزاد عليها اليوم أنه هيدا الحقل مش بس بالبلوك 9، ولكن وين ما بيمتد لمطرح ما وصل هيدا الحقل لبنان عم ياخد حصته وفق الاتفاقية اللي موقعة مع توتال.